شكرا، صحة شريبتكم الناس كل، إن شاء الله مرة أخرى رمضانكم مبروك. الحمد لله انتصار مهم جدا، جاء في وقت مهم. كيف ما حكينا المنتخب نعرف انطلاق مرحلة جديدة، نعرف مباراة كانت معقدة كيف ما قلت قبل بدايتها، نظرا لأنه منتخب الليبي بكل صراحة رغم النتيجة ما تعكسش يمكن المستوى الحقيقي نتاعه، نعرف منتخب عنده إمكانيات محترمة جدا. اليوم حققنا نتيجة إيجابية في مباراة محترمة جدا، ما نجم إلا نشكر اللاعبين خاطر ماهوش سهل سور البلان مونتال باش تتعامل بالجدية هذه بالانضباط هذا، وهذه هي المكتسبات. شفنا عدة أشياء إيجابية في المباراة خاصة من الناحية التكتيكية، خليني أركز أكثر على الجانب التكتيكي اللي هو يهمني. حافظنا على الثوابت الدفاعية نتاعنا، المنتخب التونسي اليوم أصبح عنده عادات وتقاليد في الجانب الدفاعي، سرعة ردة الفعل دي لابير دو لابال شفنا كومبورتمون بكل صراحة معناتها ممتاز جدا. نخسروا الكرة في 3-4 ثواني نعاودوا نفتكوها رغم القيمة الفنية للمنتخب الليبي. حافظنا كيف ما حكيت على المكتسبات على مستوى البلوك كيب ان بلوك تري كومباكت اللي خلانا نعرفوا نتحكموا احنا في مجريات المباراة. من الناحية الهجومية الحاجات اللي كانت تنقص اليوم ما شفنا تطور ملحوظ على مستوى الفيتاس في المونتي بال في البردي جاب، من تالي شفنا فريق يعرف يخرج كرة، يعرف يعمل ديكالاج بطريقة سلسة بطريقة اللي نحبوا نطوروا فيها جو تري، معناتها ثم فلويديتي كبيرة في الجو تاعنا، عرفنا نلعبوا في لي سباس انتر لي ليني، عرفنا نشطوا الاطراف تاعنا ان جو سور لي كوتي معناتها اللي خلقنا به ديكالاج، شيء اللي خلانا نخرقوا العديد والعديد من الفرص. هذا مهم، لكن الحاجة يمكن اللي ما مشاتش هي على مستوى التجسيم، لازمنا نشتغلوا أكثر، لازم نكونوا أكثر فاعلية على خاطر مش في كل مباراة باش تنجم تخلق الكم هذا من الفرص، دونك باش يكونوا ثم دي ماتش بلو كومبليكي. الحمد لله المكتسبات الأخرى زادة شفنا بعض اللاعبين اللي مشاركتهم اليوم يمكن المشاركة الأولى ولا دخولهم أعطانا بعض المؤشرات إيجابية كانطلاقة، شفنا هيثم الجويني اللي حبينا اليوم الكل معناتها بعد الجيست تكنيك لونشينمون تكنيك اللي عملوا في اللقطه هذيك، حبينا على الاقل يسجل هدف اللي نجم يعطيه دفع معنوي كبير، لكن الحمد لله هو العاشوري العيوني قدموا مستوى ممتاز. لو ما نحبش نحكي على فرديات لكن جوست هذوما على خاطر لاعبين اللي جاوا جدد في القائمه هذه، نفس الثوابت اللاعبين معناتها دائما الحرس القديم نتاعنا ياكدوا مره اخرى اللي كل المنتخب استحق لهم كانوا موجودين. مباراة نطويها اليوم فيها عدة إيجابيات، فيها أشياء لازمنا نراجعوها، هامش تطور مازال كبير بالنسبة للمنتخب التونسي، إن شاء الله نكونوا موافقين في باقي المشوار. المنتخب ضعيف ما نوافقكش برشا، المنتخب احنا خليناه يلعب بالطريقة ديك على خاطر عرفنا نتعاملوا معاه، وقفنا نقاط قوته. كيف ما حكيت منتخب الليبي عنده اون ترانزيسيون، كيف تفرج المباريات اللي شاهدناهم وكل تابعناه كيف يفك الكوره يولي منتخب خطير على خاطر عنده نعرفوا حمد البلهوني دخول محمد سولا، عنده لاعبين اللي يمتازوا مؤيد اللافي في وسط الميدان فريمون يعطي كاليتي تكنيك كبيره ليكيب هذه، ما خليناهمش يوصلوا معناتها في لي ترانزيسيون بالرياكسيون دي لا بير دو لا بال تاعنا احنا، دونك تكتيكيا عرفنا نوقفوا نقاط قوه المنتخب الليبي، هاك علاش ضر بالكيفيه هذه. لكن ديما نرجع للمنتخب التونسي، اهم مكتسب في المباراه هذه كونه من ناحيه الاداء الهجومي تنويع الاداء كان موجود، لا فارياسيون في الانيماسيون اوفنسيف تاعنا نجحنا في دي ترانزيسيون، ولو كنا نجم نكونوا اكثر فعاليه نوافقك على مستوى التنشيط الهجومي في الجو وفي المونتي دبال وفي بناء الهجمه، كنا نعرفوا اللي عندنا اونديكاب كبير نعطلوا شويه وناخذوا شويه وقت ثم شويه بطء في صناعه الهجمه. اليوم شفنا ما شاء الله ياسين ومنتصر اللي عملوا مباراه كبيره ياسر، هما المدافعين في تصعيد الكره وفي البناء الهجومي، بوكو دو موفمون صاروا في وسط الميدان، هذوما كيف ما حكيت حاجات ايجابيه مهم الا مؤشرات، لكن احنا واعيين اللي المنتخب لازم يتصلح برشا. ثماش حاجات كبيرة تبدلت في حنبال، احنا قلنا من أول نهار اللي حنبال عن جان جوار ديما الباركور تاع الجوار يتعدى بار فاز دابرونتيساج يتعلم فيها باش يغلط مازال صغير، ثم باش تجي فاز دو ماتوريتي فاز نتاع ساجاس في آخر كارير نتاعو اللي يولي يعرف يتصرف في المسيرة نتاعو.
اليوم حنا بقى اللي يظل اللي كان ينقصه هو النيفو دو كومبيتيسيون. كونو نعرفوا السنه الفارطه مع مانشستر يونايتد ما كانش يقو في طون جو كبير, اليوم خذا طون جو, عمل ان تري بون شوا في كاريرو, مش ساهل باش تخرج من مانشستر وتختار باش تمشي تلعب في تشامبيونشيب, بطوله كبيره برشا, بطوله فيها مستوى فني. دونك لانتنسيتي في الكومبيتيسيون هي اللي حسنت حنا بقى, هذا من الناحيه التكتيكيه والفنيه كسب ماتوريتي كبيره. حاجه ثانيه كيف كيف لونكادرمون, حكينا برشا مع حنا بقى, شخصيا كانت عندي معاها عده جلسات, قاعد يتطور كيف ما حكيت لك, معناتها قاعد يستوعب في الاخطاء تاعو, وهذا المهم بالنسبه لنا احنا. اليوم حنا بقى نقدم مباراه محترمه, ان شاء الله يكمل في لينو هذا, ما هي ما ننتظروش مباراة بركة. لو بلوز امبورطون من حنبال هو الريجولاريتي واكثر كونتينيتي في الروندمون تاعو, ان شاء الله يكون موفق في المسيرة تاعو. زيد كيستيون تاع التورنوفر, شنو هما لي شونجمون اتوندي في الماتش التورنوفر؟ خلينا نفس التورنوفر, احنا توا دوب ما كملنا المباراة, اكيد نعاودوا نشاهدوا المباراة تاعنا, نشوفوا لي تادي بيو, نشوفوا مع الطبيب لي جوار ياخذوا طون دي ريكوبيراسيون, نشوفوا لي سيونس الجايين شنو باش يعطيونا. اكيد باش يكون فيه بعض التغييرات, لكن لي تادي بيو بعد ما نعملوها ناخذوا القرارات ان شاء الله تكون في صالح المنتخب. باش نقول لك ديسا مهم برشا في الوقت, عندنا مده مش المنتخب, وبالتالي حاجه هذيك نتصلوا. فقط حكيت على الايجابيات, ما بين الايجابيات هذيا هي استبداد الكره في وقت وجيز وفي منطقه الخصم, لكن ظهر لي البوان نيجاتيف كان شاطرني رايك انه كي ناخذ الكره شنو نعملوا بها من بعد, هذه هي المنتخب ما نجحش فيها, خاصه في الترانزيسيون بعد ما تفوقش تعمل بالكره, كان ثم اليمون اللي باش يهزك القدام. بون صحيح ما كناش فعالين برشا, لكن الافكار موجوده, الافكار كونه دوب ما نفكوا الكره فيرتيكاليزي الجو, نحاولوا نبحثوا على دي ترانزيسيون. شفنا اليوم بوكو داكسيون, معناتها صاروا دي زانشينمون بهيل اليوم, وقت اللي تشوف لي زوتوماتيزم اللي صاروا سورتو سور لي كوتي, بوكو دو فلويديتي ما بين, خاطر باش نحكي على حاجه سور البلان تكتيك مهمه برشا, الفلكسيبيليتي اللي شفناها اليوم, كان تشوف ما بين وجدي كشريدة خاصة الشوط الأول في رسم العربي, وحنا بعد لي بيرميوتاسيون اللي صاروا شفنا وجدي يلعب في الوسط بارفوا, شفنا حنا بعد يولي هو في الكولوار وفي راس يدخل معناتها الوسط الميدان, دونك بوكو دو بيرميوتاسيون, هذوما حاجات إيجابية. نفس الشيء على اللي صار لي زوتوماتيزم اللي صاروا من بينات يوسف وعلي معلول مستنسين ببعضهم, اليوم عيسى العيدوني شفناه في تنشيط هجومي كبير, تشوف عيسى شنو عطانا انا بار اوفنسيف, نعرفوا عيسى سو البلان ديفونسيف يعطي بوكو ديكيليبر, لكن اليوم شفناه زاد في الفاز اوفنسيف, دونك شفنا حاجات باهيه. صحيح لازمنا نتطور, مازلنا مش هذا الحد اللي نحبوا نوصلوا له, دونك ثم مارج دو بروبيسيون كبيره, لكن يظهر لي شفنا اشياء ايجابيه اليوم في التنشيط الهجومي. تعرف كل مدرب قبل المباراة ثم تحضير قبل المباراة وثم ظروف تصير في المباراة, احنا كنا كيف ما حكيت المنتخب الليبي والمنتخب التونسي زوز منتخبات أشقاء يعرفوا بعضهم كما احنا نعرفوا كل كبيرة وصغيرة على المنتخب الليبي, نفس الشيء متأكد للإطار الفني تاع المنتخب الليبي قرأ كل كبيرة وصغيرة على المنتخب التونسي. شفنا تفاعل كبير, يمكن البداية العشرين دقيقة الأولى كنا موافقين فيها, الهدف المبكر هو اللي سهل لنا المباراة, على خاطر ممكن كان ما سجلناش كانت تتعقد شوية المباراة, خاطر نعرفوا المنتخب الليبي كله باش يمشي الوقت تكون وما نسجلوش تكون الفيزيونومي تاع الماتش, يعني تطور المباراة يكون في صالحه. قاموا بتغييرات تكتيكية مهمة, دخول مؤيد اللافي مع دخول محمد صولة أعطاهم حلول هجومية, لكن الحمد لله كنا مركزين, عرفنا كيفاش نتعاملوا مع نقاط قوة المنتخب الليبي, وشخصيا أعتقد اللي نتيجة المباراة ما تعكسش الواقع اللي صار.